كلنا بنسمع كلمة ده دخل في غيبوبة وبنلاحظ إن كده الحالة خطيرة، بس يا ترى الغيبوبة ده شيء خطير أوي للدرجة دي؟ وإيه أنواعها وأسبابها؟ هي باختصار حالة فقدان وعي عميقة، المريض بيفقد معاها الشعور بالبيئة اللي حواليه، زي ما يكون نوم عميق بالظبط. عارف لما يكون بقالك كتير أوي ما نمتش بسبب شغل أو ظروف عندك، وترجع بيتك وتترمي على السرير وما تحسش بنفسك، وأول ما بتصحى بتقول كنت نايم ومش حاسس باللي بيجري حواليا؟ هو ده بالظبط. وفي الغالب الغيبوبة بتستمر لأيام وأسابيع، وفي حالات نادرة قوي بتقعد لسنين. في الفترة دي المريض بيتصرف زي النايم، وممكن يضحك، يعيط، يخاف، وبيكون عايش على المحاليل. وفي 4 أنواع للغيبوبة: الغيبوبة الاستقلالية، والنوع ده بيؤدي لضعف وظائف المخ، والمريض بيشعر بالتشويش أو الهذيان، وفي الغالب الشخص بيخف من النوع ده. تاني حاجة معانا غيبوبة نقص الأكسجين، ومن اسمها الأكسجين ما بيوصلش للمخ بالكمية الكافية، فبيدخل الشخص في غيبوبة نتيجة موت بعض خلايا أنسجة المخ، وبيكون بسبب النوبات القلبية أو صدمة في الرأس أو حالات الغرق أو الجرعات الزيادة، وممكن برضه حالات التسمم. وتالت نوع معانا الإنباتية المستديمة، ودي واحدة من أخطر حالات الغيبوبة، والمريض بعدها لو فاق بتكون توقفت كل وظائف الجزء العلوي من المخ. وآخر نوع معانا هو الموت الدماغي، في الحالة دي بتقف كل وظائف المخ بشكل نهائي، وأغلبها بتكون بسبب الحوادث الخطيرة اللي بتصيب الرأس. ربنا يشفينا ويعافينا ويبعد عنا كل مكروه وشر. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وفولو.